وين تغادرين يا بنت العم؟ ها؟ سعود؟ ايه؟ سعود؟ منو هذا العيل؟ ما يصير ما يصير يا سعود هذا الهرج. ما يصير. أنا ماني عيل. أنا اسمي محمد. وتقعد مع البنات لحالكم يا محمد؟ أنا ضيف عمي الطبراوي. ما طلعت على الأصول. ما أنت اللي تعلمنا الأصول يا ولد؟ أول شيء أنا ماني ولد. ثاني شيء أنا بعلم 10 من أمثالك الأصول. إيه؟ لا. يكفي! يكفي أنت وياه يكفي! هالمرة راح أتركك كرامة عمك وبنت عمك. إذا بتهور بناخذ مرة ثانية. ما راح يصير لك خير، أنت فاهم؟ خير. خير يا بنت العم. ما كان بيزن اللي صار. هو تعدى علي وكان المفروض إني دافع عن حالي. صباح الخير. صباحك بالخير. شو عم يلحق وين؟ نزل القنيس من باكر. طيب ليش ما قال لي كنت بروح معه؟ هو كان وده ياخذك معه لكن لقاك نايم ما حب يصحيك. يصحيني؟ انا بدي اروح معه. يلا خيرها بغيرها. احضر لك الفطور؟ لا هلا بس يجي عمي الحاج بنفطر كلياتنا سوا. ابوي فطر من باكر. طيب هلا قبل الفطور انا بدي اعرف رايك يا بنت الناس. رايي؟ ما فهمت. هسه حليمه انت فهمتي. جاوبيني ولا تصعبي علي. يا اخوي يا محمد هاني ما اقدر اجاوبك قبل لا تسال. اسال اجاوب. انسى حليمه انا من اول لحظه شفتك فيها ما بعرف شو صار لي. يعني تكركبت. تكركبت؟ يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. صرت عم فكر فيك. من اخره انا بدي اياكي على سنه الله ورسوله. والمفروض أني أجاوب. ما فهمت؟ اسمعني يا محمد حنا أهل عادات ولزوم البنية ما تحشي من شورها. هنا أبوي طول الله بعمره موجود وهو صاحب القول والمشهورة. أنا حليمة من إحنا كمان أهل عادات وأنا ما بدي أطلع عن الأصول. أنا رح حاكي عمي الحاج بس يعني أنا خجلان ماني عارفان شو بدي فاتحه بهذا الموضوع. قلت لحالي بسألك. إذا أنت موافقة بتشجع وبحكي معه. ما بو لا خجل ولا حرج بشرع الله. هسا حليمة بترجاكي جاوبيني. وين موافقت وأبوي ما وافق؟ أني ما أقدر أكسر كلامه. قول أبوي يسبق قولي. يعني أنت موافقة؟ ناظر بعيوني زين. الزوم يصلك الجواب. أحضر لك الفطور. خير يا ولادي؟ صاير معك شيء؟ شو بده يصير معي يا عمي؟ يعني أنت والأنسة حليمة مغرقيني بأفضالكم ومعاملتكم المنيحة معي. لا عاد وش السالفة؟ عمي أنا وقت اللي طلعت من الشام ما كنت عارفان وين وجهتي. فجأة عمي ما لقيت حالي غير عندكم. يلا حيك. عمي أنا قلبي هو اللي سألني لهون. عمي ليش تحكي معاي بلا الغاز؟ احكي دغري وقول وش ودك تقول. عمي من الآخر أنا رح دج دج. أنا من أول ما شفت المستورة بنتك وأنا عم فكر فيها. يعني تبي إجازة يا وليدي؟ من بعد إذنك عمي. إي نعم أنا ناوي أطلب إيد المستورة بنتك. والبنية المصرية اللي سولفت لي عنها؟ ما بعرف. كل اللي بعرفه عمي إني من أول ما شفت المستورة بنتك وشلون إن أخت رجال وقايمة بهالبيت كله ما عاد شفت غيرها. أنا بعرف عمي إني أنا يمكن تخطيت حدودي. لا يا وليدي أنت تطلب الحلال وحقنا نوافق
وحقنا نرفض. طيب وانت شو قلت عمي؟ رح ترفض ولا رح توافق؟ يا وليدي، هو انت لسه في بقلبك هوى للبنية المصرية؟ لا عمي، انا متأكد انه لا. انا عمي لساتني بحترمك، بعزة مو أكتر، بس أنا اكتشفتني أنا أساساً ما كنت بحبك. لو كنت بحبها فعلاً يمكن ما كنت فكرت بغيرها. الحقيقة يا وليدي أنا ما أعرف وش أقول، لكن الأصول إنك تجيب جاهة وتبلغ أمك. لا تخاف عمي، نحن كمان أولاد أصول وعلى كيف كيفك وبعجبك. عمي وقت اللي بتقول إيه رح روح على الشام روح رجعة، جيب لك معي أحلى جاهة، بس بدي موافقة مبدئية منك لحتى روح على الشام خبر أمي بالموضوع. بس إذا جنابك رح تقول لا ما بقدر إلا شيء لأمي. والله يا وليدي إنك ابن حلال، بس لزوم يا وليدي نسأل حليمة وتسمع جوابها بإذنك. معناته أنت مبدئيا موافق عمي؟ يا وليدي لساني ملسان حليمة، وإن حليمة وافقت أحط يدي بيدك. ماشي عمي، خير إن شاء الله. قم يا ولدي، نام الحين وتوكل على الله. إن شاء الله، تصبح على خير عمي. وانت من هذا الخير. لا إله إلا الله. يا وليدي، هسا أسأل حليمة قدامك وتسمع الجواب بأذنك. منت علينا عمي، وتأكد إني راح أكون أسعد إنسان بالعالم يوم راح صير أنا وياك نسائي. والله يا وليدي انت طيب وابن حلال وتستاهل الخير. على راسي يا عمي. تفضل اقعدي يا بنيتي. قول يابا تفضل. اقعدي. هاي قاعده يا بنيتي. قول يا ابوي. انت ما عدت صغيره، واللي مثلك اتجوزوا وصار عندهم عيال. النصيب بيد الله يا ابوي. ونعمه بالله. محمد الله يسلمه لاهله، يطلب يدك على سنة الله ورسوله. وانا نطلب هيك يا ابوي بدون جاهه؟ وانت بس توافقي راح تحضر لك احلى جاهه. رح انزل على الشام وجيب معي جاهة طويلة عريضة. الطريق طويل وما بلزوم نكلفهم عناء السفر إذا أنت ما وافقتي. ومحمد معاه حق، ما بمشكلة لو قلت رأيك. أقول وعمر السامعين يطول، يشهد الله يا محمد إنه ما يعيبك شيء، والف بنية تتمناك. ما يرني لي الشرط. شرطي على كيفك يا بنت الناس، من الله قدرني رح أحقق لك كل اللي بدك إياه. أنا وأبوي نعيش وحدنا من سنين، أنا سلوتها وهو سلوتي، وما هيجيت شيء بالدنيا يفرقني عنها إلا الموت. والمعنى؟ أنا ما أقدر أعوف أبوي، ونويت إجازة الشرط إني أعيش أنا وابن الحلال هان. رجعنا لنفس الديباجة عمي، قصتي القديمة رجعت انعادت. يا بنت الناس أنا ما بقدر أترك أمي، مثل ما أنت ما بتحسني تتركي أبوكي أنا ما بقدر أترك أمي. لعاد الله يبعث لك بنية تسر قلبك وخاطرك وتقدر تروح معاك الشام. شو رأيك بهالحكي عمي؟ حليمة، إذا علي بنيتي أنا ماني وحيد، أنا بين هلي وربي واشهد الله. يبا أنا قلت قولي، ما أقدر أعوفك محمد، خلص الهرش. وليدي يا محمد، إذا ربنا أراد إنك تاخذ البنية ترى تاخذها، وإن ما أراد ترى ما في قوة تجمعكم مع بعض.
على الله عمي. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب القلب.